جدد التحية لحضراتكم. أول فقراتنا في البيت الكبير النهاردة مع يعني ناقد رياضي متميز جدا ودايما بيشرفنا بآرائه وفكره المتميز الأستاذ جمال الزهيري. بنرحب بيك معانا أستاذ أهلا جمال. أهلا بيك. نورنا. بنرحب بالأستاذ سيام طبعا معايا أنا النهاردة. أهلا بيك. أهلا بيك. سعيد طبعا بوجودي معاكم ومع الأستاذ سيام والكابتن هاني. أهلا بيك أستاذ جمال. نورنا. عايزين نبدأ بالخبر الأحدث، يعني النهاردة يمكن عندنا محمد هاني ربنا يشفيه مصاب، وعمر السولية موقوف النهاردة بسبب الانذارين اللي حصلوا عليه. تفتكر التشكيل بكرة هيكون متوقع عامل ازاي؟ والنني يعني ايه النني كمان كمان هي البدائل يعني موجودة، ويمكن انتوا اشرتوا ليها في الانترو. صحيح في الانترو. انه المركز الظهير الايمن طبعا هيبقى احمد توفيق. بالنسبة للاثنين هاف ديفندر خلاص برضو بقت محلولة بوجود طارق حامد، و طبعا ابتعاد عمرو السولية والنني النهارده بسبب الكورونا. ثانيا هيبقى موجود حمدي فتحي، وهو يعني اعتقد ان هو مش هقول بديل لان هو لاعب اكيد يعني طبعا اللي هو البديل الاستراتيجي. صحيح. يعني بديل قوي يعني يعني انا بعتقد ان هو هي الظروف ارادت ان هو يبقى موجود يمكن بشكل دراما شويه، ويمكن احنا شفنا الخناقه او الغضب بتاع طارق حامد يعني الدنيا اتحلت في ثانية يعني بقى هو رقم واحد. فده برضو يمكن درس نقوله للعيبة، يعني انه انت لما بتكون في المنتخب تحديدا او في اي حتى مع فرقتك سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي ممكن تبقى انت حريص انك عايز تلعب، ويعني ده طبيعي جدا ان كل لعيب بيتمنى وحريص ويزعل جدا، بس يا ريت يكون زعله داخلي يعني يحاول ان هو يتحكم شويه في الريتم بتاع الغضب، لانه لو هو فتح المجال يعني انا شفته انا صراحه قبل ما يبتدي السوشيال ميديا ينشر الصوره وبتاع انا لاحظتها وانا بتفرج على المباراه، لاحظت صوره واضحه قوي ان هو بيبص الكابتن حسام البدري يعني الرياكشن لا يكذب، ودي تصرفات الحقيقه يعني بعدها بقى كمان حتى لعبت واشتركت يعني، واعتقد ان الكابتن حسام كان حريص على ان هو يلعبه جزء من المباراه. بعد كده خلاص انت غضبان ليه يعني خارج وبيشوط اي حاجه تقابله صعبه. انا معاك يعني. لان يعني طبعا يعني المنتخب خاصة طبعا ده حتى في على مستوى الأندية دايما لما بنشوف لعيبة بتخرج أو ما بتلعبش وبيبقى فيه رياكشن الشكل مش وحش وبيأثر بالسلب على الأجواء وبيأثر على اللعيبة وبيأثر على المدير الفني. على المدير الفني يعني المدير الفني أصلا مش ناقص ضغوط، يعني هو أساسا نازل ومتحاوط بالضغوط والمشاكل. صحيح. وأزمات إدارية خليك أنت يعني كلاعب تساعد مديرك الفني بأن أنت تمتثل لقراره، لو هو مش عايزك دلوقتي هيحتاجك في وقت معين مفيش اي مشكله. هو طبعا هي انا غير اتلاعب ان هو عايز طبعا يشارك ده حقه، لكن من كمان من حق المنتخب عليه ان هو يعني يكتب هذا الشعور ويطلعه في تدريب يطلعه في مباراه. وطارق لعيب كبير جدا ومن افضل اللعيبه على المستوى، بس انا بتكلم على حتى طبعا حته الغيره. انا متفق معاك، الغيره لها درجات. انا متفق معاك، يبقى في درجه معينه تبقى سيئه بقى يعني، فانت خليك في الاطار اللي هو ما يعملش فركشه جوه المنتخب اللي اصلا بادئ المهمه بتاعته بصعوبات كتيره جدا. يعني حضرتك بتقصد صحيح. هنا ان الدرس المستفاد بخروج النني بشكل درامي زي ما حضرتك وصفته وقدري ورياكشن ورياكشن طارق في اخر مباراه في مباراه توجو اللي كانت يوم السبت اللي فات، ده نتعلم منه ان انت لا تستعجل ولا تطلع غضبك بالصوره اللي يعني اللي كانت ظاهره عليك قوي كده وعلى عينيك يا طارق. يعني مثلا حمدي فتحي كان ممكن جدا ما يتخيلش ان هو هياخد الفرصه بالسهوله دي في وجود النني وعمرو السليه وطارق حامد. فيعني عايز اقول انه كله لازم يقدر يتعامل، انا بقول ان ده برضو جزء من التعامل بشكل احترافي يعني 100%. كله عايز يلعب وكله عاوز هو يفضل موجود في الملعب، لكن المدرب في النهايه عليه ضغوط رهيبه يعني، نديله فرصه شويه ان هو يحاول بقدر الامكان يدير زي ما بيقول واحد سايق مركب سايق سفينه، السفينه دي بقى فيها
عواصف وانواء ومشاكل وخلافات وانتقادات طبعا. يعني الله يكون في عون اي مدير فني كابتن هاني هو يقول لك في التوقيت يعني ده. اه لان هو بيبقى هو بيشتغل بفكر معين وممكن واحد عنده فكر معين تاني بره بيتكلم سواء من زمايله اللعيبه او المدربين او اللعيبه القدامى كل واحد بيقول زي ما هو عايز وما يعرفش ايه الظروف الداخليه. ممكن صحفيين كتير طبعا وما اكثرهم دلوقتي بقينا عدد لا باس به يعني صحيح كل واحد بيدلو بدلو يعني بالظبط فكل واحد بيقول حسب معتقداته او افكاره. هي المشكله كمان يعني هنخرج من الجزئيه ديت ان كمان من مسؤوليات الكابتن حسام وانه يمكن الاداء غير المتوقع الاداء السيء في المباراه الاولى كان بيحط عليه كمان بعض الضغوط ان المباراه الثانيه ديت لا مجال فيها طبعا لاي نتيجه غير الفوز مع بالظبط مع اداء على الاقل افضل من الاداء اللي شفناه في مباراه يوم السبت. يعني هي طبعا مساله الاداء دي عليها خلاف شويه يعني بس انا عايز ارجع لما قبل كورونا. منتخب مصر مع كابتن حسام البدري برضو خلينا احنا بنتكلم فنيا لم يعني يؤدي اداء. هل هو كان مقنع لاي حد؟ لا ماتش جزر تتعادل مع كينيا وجزر القمر واعتبرنا انه ماتش القمر بالانجلش ما علينا يعني علينا بس احنا هنمشيها القمر اعتبرنا ان الماتشين بتوع توجو هي دي البدايه الحقيقيه لكابتن حسام البدري بالظبط بس جايه له كمان بعد توقف سنه كامله ايوه عن اي تجمع لمنتخب مصر. وحضرتك حضراتكم لما تشوفوا التشكيل اللي هو لعب بيه قبل كده واللي لعب بيه دلوقتي مفيش خلاف جامد. هم تقريبا نفس اللعيبه باستثناء عدد قليل جدا يعني المباراتين اللي هم كينيا وجزر القمر كان بس باك الشمال كان موجود عبد الله كان ايمن اشرف لعب وعبد الله جمعه دول الباكين الشمال مثلا. انا بقول لك يعني انه كهربا كان موجود هو بدا بيه ولعب وكان بيأدي كويس جدا. فعايز اقول انه هو بيدور في نفس المجموعه ما شفناش اي اضافات. يمكن بقى يجي حمدي فتحي مثلا هيبقى اضافه من المتوقع ده انه يفرق لا هو حمدي كمان اثبت وجوده يعني مع النادي الاهلي ولعيب له شكل وله ستايل يعني يعني مش يعني عارفه في لعيبه انت بتحسي ان ده عنده شخصيه بالظبط او عنده طريقه اداء معينه مميز يعني. بيها فدي اعتقد انه هيبقى اضافه يعني. طب النهارده جزر القمر بيتصدر المجموعه ومصر النهارده لو او منتخبنا لو ما حققش نتيجه بكره يعني ترضي على مستوى النتيجه على راي كابتن سمير كمونه يعني خلينا مركزين في النتيجه بلا الاداء يعني دلوقتي مصر هتبقى في يعني منتخبنا هيبقى في ازمه اذا لم يحقق النتيجه. هو شيء طبعا مؤسف ان احنا في هذه المجموعة ونتحدث عن ان احنا يا ريت نصعد او يا رب نصعد ده 2 من 4 يعني معلش لما منتخب مصر بحجمه ده والكلام اللي بيتقال كله على ان منتخب مصر بيعاني ده بيعاني من اول ضربة بداية في التصفيات يعني برضو اعتقد انه في مباراة كينيا في القاهرة كينيا ثم جزر القمر اعتقد ان كان سهل جدا انك تعمل حاجه يعني احنا بنقارن مع منتخب الجزائر مثلا مع كل الاحترام تأهل تمام رسميا تأهل وفي منتخب السنغال تأهل وغانا على بالظبط هو ده اللي احنا كنا بنتوقعه لمنتخب مصر. حتى توجو كانت متوقعه كده امبارح كان معانا سفيرنا سفير حسام حسين وسعداء جدا مستنيين منتخب مصر مستنيين يشوفوا اللقطه دي خصوصا بعد ما اتغلب 1-0 فقط يعني كونه يتغلب 1-0 بس من اكبر فرق القاره الافريقيه تاريخا وبطولات وكله لا برضو بالنسبه لهم يعني عمليه جامده يعني بس لكن احنا بنقول برضو مع كل هذه الظروف هنحط بقى فيها كل الظروف اللي احنا يعني هنفترض ان كورونا هنفترض مش دي الحقيقه على فكره هنفترض ان كورونا هو السبب في ان المنتخب ما تجمعش والغاء البطولات والغاء والمعسكرات والكلام ده كله انما بقى لزام على منتخب مصر ان هو الان في ازمه. ففعلا زي ما قال الكابتن سمير كمونه انه احنا عايزين النتائج فقط الى ان يكون عندك شويه وقت بقى يبقى فيه الكلام اللي هو عن
الفنيات والاداء يعني. لكن الاول نتاهل. فالفوز اما ناخد الفوز كده يعني، في ناس تقول لك انه يعني يا جماعه ما احنا كسبنا. لا، ما انت كسبت. معلش، مع كل الاحترام، تكسبت توجو، مش توجو دي اللي هي القديمه بتاع اديبايور لا يعني، دي فرقه تانية خالص، علما بانهم على فكره عندهم برضو لعيبه كويسين قوي. كابتن هاني لما اتفرجنا على المباراه ولما هم تخلوا عن الدفاع وخلاص منتخب مصر تقدم، شفنا اداء مختلف من توجو. يعني اداء مختلف، اداء هجومي، اداء هجومي. وخلي بالك يعني برضو لو نظرنا للمباراه بتاعت بكره، اعتقد الاداء الهجومي بتاعهم هيكون اشرس، هيكون عندهم طمع اكتر، لان حتى لو بصينا في جدول المجموعه هي دي الفرصه الاخيره اعتقد لتوجو لتحقيق الفوز. هو طبعا عنده نقطه واحده، وبالتالي هي مباراه استعراضيه، وما اصعب المباريات يعني اللي هو بتخش هم عايزين يحققوا نتيجه. فريق ما مش خاص يعني، بما معناه بلاعب منتخب مصر بالزبط، من افضل المنتخبات على مستوى القاره، وعاوز يسيب بصمه في والاجواء التصفيات. كمان يعني الاجواء ممكن يكون في مطر يعني، ممكن والرطوبه الاجواء مختلفه، في مباراه صعبه بلا شك يعني. المستوى الفني لفرقتنا افضل كتير، لكن معطيات المباراه نفسها لا، مباراه صعبه نتمنى فيها الفوز بغض النظر. معلش يعني برضو قبل لو هنقفل موضوع المنتخب، قبلها لازم نقول ان المنتخب او المسؤولين عن اتحاد الكره مع كل الاحترام ليهم صنعوا مشاكل كتيره، والمسؤولين عن المنتخب حاجات ملهاش اي لازمه خالص انها تطرح. يعني في مشاكل ملهاش لازمه. عندك الحفله كانت ممكن تتعمل في اي وقت تاني، عندك مع كل الاحترام والتقدير. عندك يتم تاجيلها مش الغائها يعني، بالظبط. لا مش الغائها، ما هو اولا هي مناسبه فوز محمد صلاح بالدوري السنه اللي فاتت فكان ممكن جدا تتعمل، بس نطمن الاول يعني انا دايما الاجواء الاحتفاليه، وكابتن هاني اكتر واحد عاش ده مع كابتن محمود الجوهري واحنا عشناه معاه، اللي هو ان احنا ما كانش بيحب الاجواء الاحتفاليه خالص. ليه؟ هو كله عنده تركيز. يعني انا فاكر كنا مسافرين مره مع منتخب مصر اعتقد في ملاوي، اللي هي ليلونجوي، مدينه اسمها ليلونجوي افريقيا، في ملاوي، وكان معاه كابتن محمود سعد، معرفش كان المنتخب الاول، المنتخب الاول طبعا. فمثلا كان معانا الكابتن عصام عبد المنعم كمسؤول ممثل اتحاد الكره او رئيس البعثه او حاجه. اثناء مثلا الغداء والفطار والعشاء بتاع الفرقه، ما كانش الكابتن محمود يحب ان الصحفيين يقعدوا قريبين من البعثه الاعلاميه، ما يقعدوش قريبين من اللعيبه. الكابتن عصام فهم ده بصفته ان هو مسؤول، عنده صفتين، مسؤول عن البعثه وفي نفس الوقت صحفي كبير. فهو جه قعد معانا وقال لنا يا جماعه انا هبقى معاكم، نقعد مع بعض في الوجبات بتاعتنا. هو نفسه تنازل عن انه يقعد مع الفريق. ليه؟ بيوفر. سالته بعد كده وسالت الكابتن الجوهري الله يرحمه، فعرفت انه هو ممكن يكون مثلا عامل اكل معين للعيبه، واللعيبه دي زودت اثناء الاكل. لو قدامه صحفيين وقدامه ناس أغرب عن المنتخب مش هياكلوا كويس، مش هيعرف. لا هو مش هيعرف يعاقبهم. يعني هو شايف وجهة نظر في ايه. كابتن جوهري كان بيحاول بقدر الامكان، يمكن النقطة اللي اتكلم فيها استاذ جمال، ان هو عليه مسؤوليات داخلية كتير جدا. هو بقدر الامكان المشاكل اللي بتحصل بره الفرقة بيحاول يمنحها بقدر الامكان، فيقول لك ممكن هو ممكن يعني ممكن واحد صحفي، لا هو حر مع اللعيبه بتاعته. لكن ممكن كابتن جوهري يزعق مثلا، هاني انت بتعمل كده ليه، او هاني انت ما تاكلش الاكل ده، انت ما تاكلش مثلا رز مثلا، واحد صحفي يسمعها فهيكتبها. طبعا بالظبط، زي ما احنا شايفين النهارده الكل مركز على كنت بصدق يا استاذ جمال تكتب طبعا الاخبار دي طبعا. لا بس احنا برضو كنا حريصين قوي مع كابتن جوهري الحقيقه، يعني لان هو ما كانش بيبعدنا، يعني هو بيقربنا بس لنقطة معينة بالظبط، اللي هي النقطة اللي هو يستفيد بيها كمدير فني ذكي جدا. كان بيتعامل مع الإعلام على إنه حلقة من الحلقات. صحيح. يعني لما يجي حتى يشرح بروجرام الاستعداد يقول لك في إدارة وتدريب ومعسكرات وكذا وإعلام، حلقة أساسية زي حلقات الأولمبية كده،
صحيح. عارفه شعار اللجنه الاولمبيه متصله ببعض، حلقه اساسيه متصله اللي هي حلقه الاعلام. بس الاعلام ده ياخد مني ايه يعني مش هو اللي يحدد طبعا كمدير فني. ما هو انا بقول لك عشان كده هو ذكي جدا الله يرحمه، ويعني نجح في وقت يمكن ما كانش فيه امكانيات كتير وبتاع، لكن هو قدر. صحيح. وحضرتك بتربط دوت يمكن بالمشاكل اللي حصلت للمنتخب من بره، وبتتكلم على الحفله ثلاث ايام قبل المباراه مهمه، اعتقد ما كانش وقت. اذا كان فنان راح يتصور مع لعيبه برضو ده مش مطلوب. وشرفنا برضو ما احنا بنتكلم على نفس مشاكلنا يا كابتن في روسيا. هي يعني انا بقول انه انا لقيت خبر نازل اتحاد الكره يقرر منع الزيارات. طب ما ده مفروض اصلا موجود، احنا بنتكلم على ايه؟ انت لا هتمنع حاجه ممنوعه، لا بتمنع حاجه يا فندم كانت موجوده. لا يعني المفروض يعني بتمنع إيه؟ حاجه موجوده اصلا. احنا عانينا والمنتخب هي المفروض ما تبقاش موجوده بالظبط، بس هي اوريدي موجوده يعني. لا ده هو في اصلا منع لهذا الامر. انت بتمنعه. طبيعي ان ما فيش يعني، هو الطبيعي يعني جدا أصلاً. الطبيعي انك ما بس يعني ده ردود افعال برضو. خلينا نتكلم لو اتكلمنا بكل امانه وشفافيه ان يعني المعسكر بيبقى معسكر مغلق يبقى مغلق. ما طبعاً الحفله طبعاً. في حفله كبيره تكريم صلاح على عيننا وعلى راسنا، بس مش ثلاث ايام قبل المباراه، لان اكيد بيأثر على التركيز. بتتكلم على موضوع الشارة وصارة الشارة، بتتكلم على مثلا الشارة يعني ده ما فيش يعني كل دي الاجواء شويه بتدي فرصه للسوشيال ميديا انها انت عارف كابتن هاني يعني. الشكل العام قبل مباراه توجو عفوا المفروض انه اهم حاجه هي المباراه، مفيش حاجه تاني يعني، مفيش تركيز في اي شيء. مظبوط. انا شايف ان اللي اتكتب واللي اتنشر واللي اتقال في التلفزيون واللي في كل مكان عن الظروف المحيطه بالمنتخب اكتر من المنتخب نفسه. لا ده حفله، لا ده شرط الكابتن، لا ده مش عارف كذا، الحاجات دي كلها دي الازمات اللي حضرتك لا عليها. انا بقول ان هي حتى لو مش ازمات لكن بتخرج اللعيبه عن الهدف. صح. بتاعهم. الهدف بتاعهم ايه؟ ان بيركزوا قوي في المباراه اللي هم محتاجين فيها برضو، غير الثلاث نقط وده الحمد لله انه تحقق، يعني محتاجين فيها كمان انهم يصالحوا الجمهور ويخلوا الجمهور معاهم. فالامور الكتيره اللي حصلت دي اعتقد انها كان في استسهال من البدايه مثلا. ممكن نقول مش عايزين نجزم بده طبعا، ما دخلناش في نوايا كابتن حسام ولا اللعيبه كمان. ان مثلا فرقه توجو دي فرقه يعني الى حد ما مش قويه، فرقه ضعيفه. فداخلين مستسهلين جدا المباراه، فشفنا الاداء ده اللي رفع ضغط الناس ولا لا؟ اصل هنقول مستسهلين ازاي اذا كنا احنا متعادلين مع كينيا ومتعادلين مع جزر القمر. يعني عايز اقول ان المجموعه كلها مش المفروض ان انا اعاني فيها. ايوه يعني انت لو مختارهم بعنايه عشان يسهلوا لك المهمه ما كنتش هتختارهم بالطريقه دي. هي نوع من انواع، انا في اعتقادي ان هو عدم اهتمام وعدم تركيز حتى من اداره يعني اداره المنتخب والمسؤولين عن المنتخب. ممنوع يعني ممنوع. انت بتمنع الصحفيين يخشوا مش كده ولا لا؟ صحيح. بتمنع بتدخل الضيوف ليه؟ يعني انت اصلا ما حدش فينا، انا سافرت مع كل الفرق المصريه، اهلي زمالك كله يعني منتخبات، ما كناش نقدر نخش حتى في وقتنا جوه المعسكر يعني جوه تفاصيل المعسكر، حتى لو انا مقيم في نفس الفندق يعني، انما انا اقامتي في الفندق محدده بمكان معين وبظروف معينه وتحركاتي انا الشخصيه، لكن ان انا مثلا اخش اقعد مع مثلا في تونس كان الكابتن فتحي مبروك مثلا نخش نقعد معاهم، لا انا بستنى لما الكابتن فتحي مبروك يبقى فاضي، عايزين نقعد معاك او عايز اقعد معاك على جنب خالص وبنقعد، ماليش دعوه ان انا ادخل في وسط المنظومه، لانه طبعا ممكن اسمع كلام اعرف حاجه اعمل، وبعدين انت عارف الصحافه ممكن ما تقدريش تمسكي نفسك يعني. طبيعي. لا لازم تقول ايوه لو لقيت خبر. ما انت صحفي انت بتنقل خبر بالظبط. يعني عشان نقفل الجزئيه ديت خلينا نتكلم ان المشاكل اللي حوالين المنتخب، معلش مع احترامي طبعا كل السوشيال ميديا والصحفيين، ما انت برضه هم يعني التنظيم نفسه هو اللي بيدي الفرصه للناس تتكلم. بالزبط. على سبيل المثال طارق مصطفى مثلا. على يعني في مدرب منتخب مصر ما يقدرش يسافر مع البعثه عشان باسبوره مش مجدد. طب ما دي مش طبيعي، احنا بندي برضه فرصه للناس انها تتكلم يعني. انت بتدي خبر يعني عارف قصه اصابه صلاح بكورونا، اتحاد الكوره عملها قصه
يعني كل العالم بيعلن بمنتهى الشفافيه ان في لعيب عنده كورونا، ان في مدير فني عنده كورونا، عادي جدا، عادي جدا. ده خبر، خبر عادي. اللي خلاها بقى غير عادي، يعني احنا كنا بنظبط شغلنا يوم الجمعه اللي هو عدد الاسبوعي بتاع يوم السبت اخبار اليوم، الساعه 5:07 ما كانش في حاجه، 5:07 نشر الخبر على موقع اتحاد الكوره، بعدها بنص ساعة اتشال الخبر من على اتحاد الكورة. ربنا يخلي لنا السكرين شوت. أنا رحت، أنا دلوقتي لما بشوف خبر في أي حتة بتلحق تصوره، بلحق أصوره والله العظيم يا كابتن، حاجة تضحك، لا بلحق أصوره. ليه؟ لأن أنا ممكن أنزل الخبر، ودي مش أول واقعة لاتحاد الكورة يا أستاذ جمال أفريقيا، لسه في واقعة بيان اعتذار كهرباء للكابتن محمد فضل. فليه التردد ده؟ ليه يعني قبل ما تاخد قرارك؟ فاضطروا الكابتن الاستاذ عمرو الجنايني ان هو اللي يعلم بعد كده، يعني بعد كده لنفسه اما اتعملت المسحه الثانيه فخرج وابتدى يعلن. انت أيوة عارف المشكله، المشكله الثانيه، المشكله الثانيه خلينا بالليل أحنا. كان كل القنوات هو فيها لو بنتكلم على مشاكلنا الداخليه ماشي، ادي احنا عارفين بعض ويعني بنشيل بعض بمعنى اصح. لا اصل عملت رد فعل بقى ده اللي جاي اقول لحضرتك عليه. انت بتتكلم على صلاح نجم كبير، وبالتالي اول ما نزل الخبر تنقلت، وطبعا وسائل الاعلام العالميه من وسائل الاعلام الانجليزيه يعني نقلوا الخبر خلاص، وبعدين الخبر اتشال. والاغرب من كده كمان ان يعني للاسف برضو ما فيش احترافيه في عمليه اداره الميديا داخل اتحاد الكوره، ما فيش ويب سايت بالانجليزي، احترافيه حتى جامده، في عدد من الايميل بيتبعت على ايميل الدكتور ابو العلا، وبالتالي ده مش ويب سايت او مش سايت رسمي للاتحاد. فخلينا نتكلم يعني مع تظبيط الشغل، ما زلنا في عدم احترافيه. تظبيط، ما هو ده مش قبل كده لو تتذكر مشاكل محمد صلاح مع المنتخب ايه او مع اتحاد الكوره، كلها مشاكل صراع بين الهواء والاحتراف. يعني اللي هو ايه؟ انا مثلا بحط صوره محمد صلاح على الطياره مثلا، بس مش اتحاد الكره ده يعني ما في حقوق. لا ما هو اتحاد الكره السابق، لا احنا بنتكلم على انها مش خاصه بالاتحاد ده. ايوه بس اللي يزعل بقى انها بتتكرر. طب احنا بنقول مثلا الاتحاد اللي فات منتخب، ف يعني جايب الجمعيه العموميه فمش مركز قوي في حاجات معينه. طب انتوا ناس جايين معينين، وجايين معينين من الفيفا بترشيح مصري. فبالتالي انتوا عندكوا صلاحيات انه يعني ما تغلطوش. يعني مثلا حكايه كابتن طارق مصطفى دي مشكله يعني رهيبه، يعني معضله، انه الراجل اللي بيجهز الورق على فكره ممكن ما تبقاش مشكله الكابتن بركات، ممكن معاه ناس اداريين ما تحركوش. لا يعني المفروض اول حاجه بعملها، انا عندي رحله، عندي رحله، يعني سمير عدلي، الكابتن سمير عدلي مثلا كان بيبقى عارف مين عليه جيش ومين عايز تصريح، وتجديد الباسبور ده قبلها بست شهور المفروض. لا وبعدين معقول انتهى كده من غير ما حد يشعر؟ فده اللي بكلمك عليه برضو. أنا نخرج من الجزئية ديت، يعني للأسف المشاكل حوالين المنتخب ما تكلمناش على الجانب الفني. الجانب الفني المهم جدا المكسب، ويمكن لينا بعض التحفظات على المستوى الفني، لكن بكرة إن شاء الله المكسب هو الأهم بشكل كبير جدا. وأعتقد يعني احنا ان شاء الله واصلين للنهايات ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ده، ما عندناش مشكلة في ده، نتمنى ده، وان شاء الله تكون البداية بكرة في مباراة توكيو ان شاء الله. ان شاء الله كلنا خلف المنتخب، كلنا عايزينه في افضل حال، ولا واحد فينا يعني بيتمنى غير كده. لا طبعا، لا طبعا، اصل اللي هيتهمنا بكده يعني يبقى لا طبعا، كلنا عايزين ترجع له تاني يعني على مصر الشخصية يعني. وترجع له تاني الريادة يعني طبعًا. مين يكره ده اسم ده. ده اسم مصر يعني طبعا، اسم مصر، واسم مصر ده كبير. نتمنى وان شاء الله يعني المفروض ان الظروف، رغم الظروف اللي حصلت، انما البدائل موجوده. ايه بقى اللي يحصل؟ بدائل بقى قوية. ايه اللي يحصل بقى في الفتره اللي جايه دي عشان اللي اتكرر من ازمات ما يتكررش تاني؟ هو التنظيم طبعا الاداري، الاداء الفني نفسه في الملعب لازم يبقى اداء لعيبه مش عايزه تثبت وجودها في المنتخب. لا اكيد وصلهم هم عندهم طبعا. لا هم عندهم خبرات،
طبعا وصل لهم اكيد. لا السوشيال ميديا ما بتوصل كل حاجه في هو اللعيبه كمان بتحسب نفسها يعني حتى بعيد عن السوشيال ميديا اعتقد اداء المنتخب هم اللعيبه دايما بتحسب نفسها ان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب. هو الاداء لو كويس هو في حد هيقدر يدعي او يقول ان الاداء مش كويس؟ ما هتبقى باينه. يعني مثلا لما الاهلي والزمالك ادوا اداء جيد امام بطلي المغرب طبعا الوداد والرجاء الناس قالت على فورم في افريقيا يعني النهارده فليه لا. وبعدين انت واخد معلش كابتن حسام والجهاز الفني واخدين لعيبه افضل لعيبه موجوده واللعيبه دي كويس جدا ان هم كملوا الدوري يعني قلنا دي برضو حاجه من المميزات وكمان لعبوا وصلوا الى نهائي افريقيا فده شيء جيد يعني. فهي المساله كلها بقى في تنظيم الشغل جوه الملعب يعني يعني اللي هي وضع بقى السيناريوهات واللي هو شغل المدرب يعني والتكليفات وتوزيع تقسيم المباراه نفسها انا عايز ايه من اول ربع ساعه عايز ايه من تاني ربع ساعه وهكذا حتى يتحقق الفوز. وانا شايف ان هو ان شاء الله ممكن يبقى افضل. هو ان شاء الله هيبقى افضل باذن ممكن الله يعني وانا ممكن انا أداء كمان يبقى ما عنديش شك ان احنا مش اكيد مش اكيد على ايه بيقول ممكن الاداء يبقى افضل مش اكيد قال لي لا لا مش طبعا أكيد. الموضوع مش حاجه اكيد الموضوع خلي بالك المباراه انا شايف على المستوى الفني مباراه اصعب هناك يعني المباراه كانت الاسهل هي طبعًا في القاهره طبعًا. المباراه الاصعب هي هناك الظروف لظروف الجو لظروف السفر هو اللاعبين اللي بتوجوا كمان على عندهم حماسه اكتر لكن ان شاء الله انا ما عنديش يعني شك ان هنوصل احنا هنوصل بس هي دايما الناس بتتكلم استاذ جمال دايما المقارنه بتيجي ما بين مصر الجزائر تونس المغرب بتتكلم أيوة على السنغال ايوه بتبص للي حواليك فبتبص كمان. لحواليك بتلاقي يعني السنغال وصلت الجزائر وصلت ثلاث ماتشات وخصوصا بقول لحضرتك يعني المجموعات يعني فيها اقوياء وفيها ضعف ده اللي بيقلقنا بس شويه يعني المفروض انه انت مصنف صحيح رقم كذا ما يعني المفروض تكسب على طول يعني مش يعني مفيش صعوبات ما ناخدش يعني. كل الوقت ده في الكلام عن عن الاداء والشكل المباراه اللي ظهرت هو اللي عمل مشكله انا بقول ان هي المباراتين الاولى والثانيه البدايه قبل نفسها قبل الكورونا طبعا ودي كانت قبل الكورونا عشان ما حدش يقول ان دي بسبب الكورونا يعني البدايه نفسها ما كانتش بدايه قويه لان انت عشان تعمل زي الجزائر او تعمل زي السنغال كنت تعمل كده مع كينيا ومع جزر القمر انك تاخد الست نقاط يبقى دلوقتي إنما خلاص احنا فيه. برضو متعودين هنا في منتخباتنا نعاني لازم يعملوا لنا اكشن يعني احنا عملوا لنا اكشن كتير جدا من ايام ما انا بلعب كمان والله لازم نوصل بالعافيه تلعب مع اضعف فرق وتتعب الناس مشكله قيمت ازاي اداء منتخب الجزائر وخلينا تفوق المنتخب الجزائري في مجموعته وتصدره هو طبعا المجموعه هو منتخب الجزائر يعني هو ولد في مصر في البطوله اللي هنا يعني لو نتذكر مع بعض في 2019 المنتخبات عموما بيبقى لها كيرفات يعني يعني قعد معاناه فتره طويله وبعدين بعد كده بيطلع جيل معين فالجيل ده بيأدي بشكل كويس جدا وبيحقق نتائج ده اللي حصل في كاس الامم الافريقيه 2019 اللي هي كسبوها هنا في مصر يعني فانا شايف ان هم ما زالوا في نفس الكيرف ده لسه يعني عارفه لسه عالي لسه عندهم نفس الثقه شوفي زي ما حصل زي ما حصل معانا 2006 2008 2010 بالظبط الكيرف بتاعنا كان عالي جدا لدرجه انا يعني قلت ايه ده يعني هنفضل ناخد البطوله بقى على طول انا تخيلت كده لا فجاه بتلاقي ايه ناس اعتزلت والاجيال بتتغير فبتلاقي شكل تاني خالص عبال ما تكوني فرقه جديده بتاخد وقت برضه وكمان استقرار وتوصل لمرحله الاستقرار الفني على مستوى جمال بالماضي اللي بيقدم مستويات رائعه وكان
يعني كان على عهده بصراحه، ويعني انا كنت متواجد طبعا للاسف في في في, في البطوله ديت، وشفنا الفروقات الكبيره. منتخب الجزائر كان قدير ويستحق البطوله بلا شك، كمان بعد كده يعني استمرارهم في هذا النجاح نتيجه كمان ان في استقرار اداري بشكل كبير، معتمدين على جمال بالماضي، علاقه جمال بالماضي باللعيبه على اعلى مستوى لانه مدرب وطني برضو، دي يعني نقطه مهمه جدا. زي كان تجربه كابتن حسن شحاته تجربتك انت مع المنتخب الاولمبي وهكذا. ده شوقي غريب، كابتن شوقي غريب برضو على فكره على مستوى المنتخبات المدربين المصريين يمكن هم اصحاب اكبر النتائج. كابتن ربيع طبعا، كابتن ربيع كمان عامل قبل كده منتخب والله كنت بقابله ايام ما كان المنتخب اللي هو بيدربه الشباب ده كان لسه يعني في اوله، فيقول لك ان هو رايح هنا، رايح اسيوط، رايح ولسه بيعمل لغايه دلوقتي، رايح البحيره، رايح الشرقيه، رايح القليوبيه، فهو بيجري ورا كل، وده شيء كويس يعني. المدرب الوطني على مستوى الـ طبعا باستثناء بعض الحالات يعني اكيد يعني كوبر مثلا ونجح معانا، وصل كاس عالم ووصل نهائي افريقيا ونجح معانا بالشكل بتاعه، بس هو فاهم يعني، هو الشطاره برضو كابتن هاني ان هو ينجح بال يعني اللي زي ما بيقولوا ايه، اللي يغلبه يلعبه، هو طالما ناجح بهذه الطريقه طب ما جه بعد كده اجري وطبعا ما عندوش هو فكره ولا سياسه معينه يعني. بالظبط يعني اتمنى ان شاء الله لمنتخبنا كل التوفيق، واحنا سبورت المنتخب، وانا واثق ان شاء الله ان احنا هنوصل النهائيات باذن الله، واستعدادنا بقى للنهايات تاخد شكل تاني ويكون عندنا ان شاء الله تنظيم افضل من كده. بالظبط. طبعا تابعت حتى الفتره ان شاء الله بعد الاجنده الدوليه، اللعيبه بترجع لانديتها، النادي الاهلي ولاعيبته هيرجعوا، ومباريات كاس مصر اتحدد مباريات كاس مصر، وشايف ان مباريات كاس مصر يعني طبعا دور الثمانيه مع ابو قير الاسمده ده مباراه على طريق طبعا بطولة أكيد. كاس مصر، ودي بطولة مهمة، وعلى الجانب الآخر استعداد لمباراة طبعا المباراة النهائية. أنا كنت بزعل قوي السنين اللي فاتت كذا سنة كده، النادي الأهلي ما كانش حاطط في دماغه ضمن أولوياته كاس مصر، فده بيدي فرص لآخرين أو لأي أندية أن هو يكسبه. طب أنت برضو كنت وما زلت النادي الأهلي من أكثر الأندية فوزا بكاس مصر حقيقة. زي الدوري، فانا بقول انه مهم قوي انه يبقى عينك على اللقب السنه دي كمان في كاس مصر، لان دلوقتي الفتره القادمه القليله قوي دي امام موسيماني فرصتين حلوين، دوري ابطال افريقيا وكاس مصر، فالاثنين اولا هيفرقوا كتير قوي معاك كنادي طبعاً. بطولات يعني بقى. للثلاثيه طبعا دي مهمه قوي، والانديه اللي بتحقق الثلاثيه دي بيبقوا الأندية الثلاثية أو الثنائية يعني بتعمل بترضي قوي الجماهير، فده مطلوب يعني. فأنا بتوقع برضو إن شاء الله إنه الأهلي ينافس، طبعا مباراته القادمة مش هتكون صعبة قوي، بس برضو في الكاس خاف من كل حد صحيح يعني، احترم كله، احترم كل الفرق بصرف النظر بقى مستواه إيه، بيلعب في دوري إيه أو في درجة إيه، لازم تتعامل بشكل عملي مع كل الفرق. واعتقد مستر موسيماني اكيد هيبقى مدرك القصه دي، والجهاز المعاون يعني هيراعي او هيكون متخوف على بعض اللعيبه من فكره الاصابات، فيحاول ان هو يعني يلعب بعناصر تانية بديله تفتكر هيحاول طبعا لازم يحاول طبعا ان هو اولا لازم القوام الاساسي هيبقى موجود، بس هي الفكره تغيير بعض العناصر اللي هي ممكن تكون يا اما مجهد، ما احيانا الاجهاد ممكن يعرض اللاعب للاصابات يعني، لو لاعب مرهق عضليا ممكن يتعرض للاصابه بسهوله. في الحاله دي هو اكيد 100% عنده البدائل اللي يخوض بيها المباراه، بس مش هتلاقي فريق مختلف. ما هو لازم برضه لما تيجي تشوف الاساسيين والاحتياطيين هتلاقيهم تقريبا مستوياتهم قريبة يعني مش هتلاقي مفاجآت صارخة يعني،
يعني هتلاقي لعيبه برضو اللي هم كانوش بيلعبوا فدول بياخدوا فرصه كنوع من التجهيز يعني. هم حاجه اهم حاجه ان شاء الله باذن الله يكون كل اللعيبه بعد الاجنده الدوليه تكون سليمه 100% لان واعتقد محمد هاني في اخبار ان شاء الله يعني. يعني في بعض الاخبار ان هو ان شاء الله يلحق يعني هو كان عنده جزع في الرباط الركبه الداخلي وبالتالي هياخد يعني ان شاء الله خلال اسبوع يكون متعافي تماما إن شاء الله ويستعد للمباراه. فده اللي بقول لك يعني هو اكيد موسيماني دلوقتي حاطط سيناريو اكيد لكاس مصر بشكل او باخر بالنسبه للي هيلعبوا بالنسبه للرجوع على المستوى اللعيبه الدوليه والجزء بقى المهم كمان هو التحضير للمباراه النهائيه على يعني التحضير. لا دي عايزه شغل تاني. ما هو ده بدايه بقى يعني خلاص ان اللعيبه راجعه فالتحضير يعني انا شايف انه من دلوقتي اكيد المباراه النهائيه نهائي دوري ابطال افريقيا ده هو العرس او الفرح اللي انت مستني يعني انت بتجهز للمهرجان ده المباراه الكبرى اللي ان شاء الله برضو ده هدف اساسي بالنسبه للاهلي وبالنسبه للموسيماني وبالنسبه للعيبه ان هم يحققوا اللقب التاسع مش هنقول بقى التاسع خليه اللقب التاسع احلى نغير يعني افريقيا يعني فان شاء الله باذن الله اعتقد انه استعداد برضو الاهلي هيكون استعداد كبير للمباراه واحترام المنافس من اهم ما يمكن يعني احترام الفريق المنافس الزمالك في هذه المباراه احترام قدراته كمان الفنيه عشان تعرف تتعامل مع يعني تفسد المراكز القوة يعني فيه او تحددها وفي نفس الوقت تستغل نقط ضعف فعايز دراسة كويسة جدا واعتقد انه الاهلي في المباريات الكبيرة بيبقى موجود بشكل اقوى يعني ان شاء الله يكون مستعد بشكل كبير جدا وانا متاكد لو على نفس مستوى اداء النادي الاهلي التحضيري على مستوى الذهني والمستوى البدني الماتشين بتوع الوداد وقبل النهائي دي اعتقد مش هيبقى فيه مشكله مع احترامي طبعا. نادي الزمالك نادي اعتقادي من افضل الانديه الموجوده دلوقتي حتى على مستوى افريقيا بيقدم مستويات عاليه جدا عنده مفاتيح لعب كتيره اكيد كلنا عارفينها مفاتيح اللعب معروفه لكن الفرقتين عارفين بعض كويس قوي مفيش بس حاجه مستخبيه يعني لكن مفيش حاجه التوليفه اللي يعملها موسيماني ده مهم جدا ازاي يعمل معادله ان انا اوقف خطوره نادي الزمالك وفي نفس الوقت استغل الثغرات لو بالظبط وما افقدش هويتي وكمان صح. لا وكمان برضو انا مش عايز انه يعني دي جربناها في ماتشين في بطولتين اللي هو ان انت تبدا هجوميا ومندفع والفريق المنافس بتلاقيه واخد الجانب الدفاعي ويعتمد على هجمات مرتده برضو لابد من الحذر من هذه النقطه طبعا يعني طبعا. يبقى فيه توازن انا بقول لك بعد معاناه يعني انا شفت الماتشات دي يبقى فيه توازن بين الاداء الدفاعي والهجومي حقيقة. يعني مفيش لعيب يبقى مندفع هجوميا وخلاص لا انت عندك واجب دفاعي اهم حاجه زي انا طول عمري مبدئي كده الدفاع هو خير وسيله للهجوم لو دفعت بوعي او بشكل كويس تقدر تهاجم كويس تقدر تبني هجمات حتى لو هجمات قليله انما بتبقى افكت مفيده افكت. بالظبط يعني مباراه مهمه جدا 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 ولقب مهم طبعا ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب الاهلي يحققه باذن الله يعني وهو قادر على ده احنا بنشكرك جدا جدا يا استاذ انا بشكركم والله وسعيد بوجودي معاك طبعا كالعاده يا كابتن مع الاستاذ زياد على غير العاده لا على اساس انه حاجه اكسبشن استثنائيه لا استثنائيه بقى نرجو بقى الكابتن يبقى يثبت الموضوع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا ليك